السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا حلوين؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لك فيديو جديد من انشرة وجد. يلا بسم الله نبدأ. طبعا يا شباب ما أخفيكم، أكيد لاحظتوا في شيء غريب نهاية الحلقة اللي راحت. انهينا الحلقة بدري، يعني في شيء يعني حصل لكن أنا ما بينت لكم. أنا جبت العيد بآخر الحلقة اللي راحت، جبت العيد رسمي. تذكرون يوم ذبحنا الغول ورئيس السم يا شباب؟ الرئيس هذا حق اللي هو السكافنجرز. جيت بطور الشعلة، لكن قبل أطور الشعلة كسرت الشعلة، قلت بغير مكانها. حلو، بعد ما كسرت الشعلة بغير مكانها جبت العيد بنفسي وانهدم كي شيء بنيته بالبيس، تخيلوا. وأيضا الصناديق حقتي اللي فيها اللوت اختفت، يا ساتر، يعني طلعت كذا حافي من التف، تخيلوا. لكن الله وكيلك قاعد ألعب لعب متواصل تقريبا 8 ساعات عشان أرجع المستوى اللي وصلنا له لعيونكم. أوكي يلا بسم الله نبدأ الآن. أوريكم هذا مكان الشعلة الجديد. حلو، طبعا تذكرون المكعبات اللي أخذناها بعد ما قتلنا الرئيس الغول اللي اسمها سيتي ووك أو ممشى المدينة. هذه تشوفونها، هذا الممشى الجديد عجبني الحقيقة واعتمدت لنا في البيس. اول شيء خليت الممشى يجي من الشعلة من هنا ويدخل على المزرعة. طبعا المزرعة عدلت اللي هنا ونظفت الارضية. طبعا تنظيف الارضيات بشكل كامل مو فقط هنا، البيس كامل انا اوريكم. طبعا هذه المنطقة تكون كان فيها سياج غبي وكان فيها طين، كله شلته ودفنته من جديد وخليته عشب. شوف شوف شوف, شوف الـ 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 كيف قاص العشبة والثيل كذا، يعني شغل دقة الله وكيلك. الآن الممر الجديد خلونا أوريكم إياه، اللي يجي من هنا هذا يروح سيدة. حلو، إذا بغينا نطلع من هذا الطريق. وأيضا في الباب الخلفي، حلو، للبيس، واضح. هذا الباب حق الشباب اللي هو الكيميائي والنجار، واضح. وأيضا دقيقة، شكلي مركبة وأنا عجل الباب، اشوف شكله مايل. حلو، طيب الان خلنا نركبه كذا من دم نوريكم البروجريس. إيه كذا، الله يجزاك خير. هذا باب الاوادم. حلو، الان عندنا الغرفه تشوفون نظيفه جديده، جددت الارضيه بشكل كامل. وايضا وش اللي تغير؟ خليت جدرانهم الدور الارضي ستون. حلو، شلت الخشب هذا الغامق اللي مخرب الشكل. تشوفون صار الدور الارضي ستون وصارت شكلها اجمل البيت حقتهم. وايضا هنا في باب ما نسيت، قلتوا لي عن الابواب ركبناها ووسعنا النوافذ، كل نوافذ وسعناها. ايضا الممشى تشوفون هنا عندنا تقاطع، واضح. التقاطع يسار نروح عند الحداد. الحداد الارضيه نظفناها 100%، حطينا الطاولات كلها اللي نحتاجها عنده. حلو، وحطينا التخزين خاص فيه. وايضا اذا طلعنا من عند الحداد نمشي مع هذا اللي هو الممشى، وغيرت هذا الممشى كامل، مو غيرته غصبا علي، صراح الممشى القديم اللي زيناه مع بعض، كل شيء تخيلوا انهدم وبنيته من جديد من الصفر. اوكي، هنا هذا الممشى الجديد اعتمدته اللي هو السيتي ووك، حبيت جدا هذا الممشى الجديد، احسن من القديم. وايضا تذكرون بما اننا الان وسعنا، لا اله الا الله، وسعنا الشعلة، فهذا صار كله تبع بيسنا. تشوفون هذا كله تبع البيس. فاللي حصل اني زينت هذا الممشى، تذكرون كان فيه ركام وقضيض هنا، شلته كامل وخليت الممشى يدور يعني دار ما دار على البيت. وهنا تشوفون هذا مدخل البيس، بنروح لما الان البيس قلبته بيت مشعوذ بشكل كامل. الان اوريكم اياه، لكن اول شيء خلنا اوريكم البيت حق ليلى الصياده والمزارعه. حلو، هذا الكوخ حقهم راح يعدل عليه، راح اضيف اثاث فيه، لكن ما امداني زي شيء. انا الصراحه يعني كل شغلي اني ارجع اللي وصلنا له، فما امداني ازين اشياء جديده غير هذا اللي انا واقف عليه الان المستوى. الان البيت خلينا نشوف. طبعا قبل ندخل على البيت لا تنسى اللايك يا حلو والشير، اذكر اللي ينسون ولا اللي ما ينسى. هذا الصراحه يحرجني دايم، لكن اللي ينسى اذكرك الشير واللايك. يلا بسم الله نبدا. التخزين اعتمدت يا شباب الثيم حق البيت كامل، ثيم بيت مشعوذ ساحر. حلو،
فخليت تخزين نفس طريقة ماينكرافت اللي قلت لكم. حلو، تشوفون يعني بالملي التخزين صفيتها، وهذه مو اي تخزين، هذه قلتوا لي عنها في الكومنت الله يعطيكم العافية، انه راح تقدر تزين عن طريق النجار اللي هو الحجم الميديم. فزينت الحجم الميديم، لكن انتم تضحكون علي، شوفوا اللوت فقط بثلاثة، الباقي كله فاضي، الباقي كله فاضي. شوفوا هذا، هذا فقط اللي بقى من الاغراض حقاتي اللوت اللي انا اجمع. طبعا السيوف موجودة لان كانت بشخصيتي، والقنابل موجودة وكذا، لكن تخيلوا هذا فقط اللوت اللي بقى معي. شوفوا يعني من اول حلقة وانا جمع واخرتها اللوت راح كله كامل، يعني تخيلوا البف والاكل وذا، ما بقى معي الا ذولي بس، لكن يعوضنا الله ان شاء الله. هنا هنا مواد البناء، تشوفون البلوكات كلها راحت اللي معي، يعني ما ودي اقول قهر، لكن ما يدرش الخير فيه. طيب الحين يا شباب ابوريكم الارضية، انا ما ادري انتم انتبهتوا لها ولا لا، الارضية نظفتها بشكل كامل حق الدور الارضي، واضفت شعلات واضفت كذا حاجات حلوة، لكن حبيت الثيم انه يعني بيت تحس انه يعني مو طبيعي. حلو، مو بيت نورمال، لا بيت ساحر، هذا اللي نبي نوصل له. الدور الثاني نفس ما قلتوا لي بالضبط، نظفنا الارضية بشكل كامل، لاني شفت انا بالتعليقات اعجبتكم البيت اللي رحنا لما تذكرونها في الحلقة اللي راحت، فقلت البيت ذيك ما هي بأحسن من بيتنا، نضبط بيتنا نخليه أحسن منها. فجددنا الأرضية بشكل كامل، تشوفون نظيفة جديدة. هنا شوفوا إلى الدور العلوي هذا، يعني كله ضبطناه من إلى، وأيضا الغرفة الخاصة جددناها من إلى وضفنا لها. توزيع الإنارات، واحد قال لي نصيحة كيف طريقة توزيع الإنارات، اتبعت نصيحته، توزيع الإنارات مضبوط جدا، يعني تحسون أنه الإنارة مو صايرة بجهة وجهة ما فيه، لا مضبوطة. طيب الآن بما أني مطفر وما عندي موارد وحالتي حالة، ومال مرة مال من الجلوس بالبيت، لأن كل يمكن تقريبا 8 ساعات اللي راحت وأنا جالس أبني، فالحلقة هذه راح كلها تكون برا البيس، راح نكمل المهام حقت الرفقاء. يلا بسم الله نبدأ. طيب طبعا الحين أول شيء خلونا نلبس الهات قبل ننسى، وناخذ البافس، ناخذ اللحم حق الذيب، وناخذ لا الفطر ما راح اخذه الحين لان التايمر حقه قليل. اوكي التهيل نهيل، حلو، وايضا بما ان معنا تهيل ومعنا اغراضنا كامله، خلونا نشوف وش المهام اللي موجوده. يلا بسم الله. اوكي عندنا هنا طاوله تبع الهنتر، تبع الصياده، يلا بسم الله خلونا نروح نجيبه. حلو الطاوله هذه والله بعيدة بأقصى الشمال، لكن عندنا هذا البرج يقربنا إن شاء الله لما، يلا لأن بنحط الواي بوينت، ويلا بسم الله نبدأ. أوكي الآن انتقلنا فوق البرج. أوكي الوجهة، الوجهة من هنا، تشوفونه الوجهة من هنا 350 متر من هنا. طبعا تذكرون هذا الضباب كان أحمر بالحلقة اللي راحت، الآن تشوفونه الضباب أزرق، خلاص يمدينا ندخل الحين لان طورنا الشعله اللهم لك الحمد. فخلونا ندز من الجهه ذي نشوف وش الطاوله اللي مرسلتنا نجيبه الصياده. اوكي طرقه فوق، يا سلام زين مدانا كفو حلوين. يا انا الصراحه طفشت يعني مره من الجلوس بالبيت والبناء، مره يعني حامت كبدي بالصراحه الحقيقه. فخلاص الحلقه ذي خلونا نمشي المهام بشكل سريع، والبيت وتفاصيل البيت نرجع له ان شاء الله بالحلقات الجايه. اوكي قربنا نوصل حلوين. خنازير الله يكرمكم، الخنزير الظاهر يأدب النار الفاير. اوكي فعلا ادواه النار، ادواه النار. اوكي القم القم، اداويك. طيب علاج السحر، طبعا شفتوا تاثير السحر قوته وانا ما اخذت الفطر، الى الان ما اخذت الفطر، خلونا ناخذ الفطر. حلو الان بيصير اقوى الواند اللي معي بشكل كبير. طيب اللوكيشن وينه؟ وفوق. اوكي
شكله بالكهف هنا. ايه شكله بالكهف. يا عيني شوف الفطر. الفطر هذا حق قلبف، عرفتوه يا شباب. اوكي. حلو، شكل فيه عناكب. وقع فيه عناكب. واضح من الثيم هذا حق مدخل الكهف. انه فل عناكب. اوكي. طبعا العناكب علاج هنا الواند مع الشيلد. طيب. حلوين. حلوين. طبعا هذا ضروري ناخذ الفطر لان احنا البلد حق ساحر. اوكي. ممتاز. ما اشوف هالشيء. من جد ما اشوف شيء. ما قلت لكم. اوه شكل فيه كوين. شكل فيه كوين. مو فقط عناكب صغار، لا في امان. اوكي. 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 اوكي ريزيستد. شكلني ابن جليد. حلو. حلو. حلو جلدناهن. اوه والله يعطن خيوط. حلو حلو حلو. حلو هيل مهيل. اوكي العناكب عرفنا لهن الان انهن يبن الجليد. انا كنت اعطيهم فاير. اوكي. ممتاز. وش ذي؟ كان في نور هنا حسبه فاير فلاي. اوكي. الله يروعك، قسم بالله ارتعت. اوكي. تعال يا نذلة. الله يا ارتعت. حسب انقضى انت راي. اوكي طيب هنا. من هنا. اوكي 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 اوكي. القمي. ليفل 13 والله الليفل عالي تو يندبه. حلوين. طيب هذا ما ينفع مع شكل البيكاكس. حلو. وهذا وش ذا؟ اما فطر تحت الارض. طيب اللوكيشن اعتقد انه قدام بس انا ما اشوف الفتحه وينها. اها ورا الخيوط يا لي. حلو حلو حلو. اوكي هنا في نحاس. الله يستر. طيب الان بحاول اني ما اتعدى لوت عشان ما تزعلون. طيب هنا اشوف. اوكي هذا شكل وراه شيء. انا نعطيهم ضربه. نعطيهم ضربه ثانيه. حلو. اوكي في عناكب صغيره لكن ما في شيء يعني مثير اهتمام. اوكي 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 الله يروعك، قسم بالله ارتعت. اوكي القمي. حلو ممتاز. طيب اوه شوفوا كثر الماده ذي اللي تولع. هذه اللي بنينا منها البلوكات اللي حول الصناديق. والله هي واجد بذا. حته مليان عناكب. الصيادة والله يا هي نذلة جايبتنا المنيتنا. معقول الصراحة. احنا مسوين مزعلينا جايبتنا للمكان. اوكي القمي. القمي. حلوين. يلا. نيكست. نيكست. اوه رسبنت الجمجمة. الجمجمة رسبنت. حلوين. ابوك يا الفزعة. كفو. كفو يا الفزعة. اللقط ذولي. حلوين. اوه جو جو يهاجمون الجمجمة. كفو عليك. كفو عليك. ايه جلديهم. كفو يا الجمجمة. ها ها. حلو 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 حلو. والله انه نيزي. حلوين. والله باجداد. اوف وين رحت انا؟ ما غير ارجع واطلق. اجي العيد بنفسي. اوكي القمي. حلوين. كيف نرجع؟ من جد كيف نرجع؟ هلا. القى نلقى طريق الرجعه. يا كثرهن يا كثرهن. حلو 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 حلو. الندز. الندز من هنا. حلو نرجع كذا.
يا سلام يا الرجعة، يا سلام الرجعة تدرس المدارس. اوكي وكثرهن وكثرهن، شوف خلنا ناخذ غرضنا ونازبن من جد. هذول يا ابن سلاح، سوي تحت دلكل عليهم. اوه كفو، دقيقة خلنا تفهم خلنا تفهم رقم والدي ورا زبانهم يا عيال هجن. اوكي اوكي كفو مدام هالهيات عنا ناخذ ذي النوته. اوه اخذنا طاوله هاند سبندل، وش ذي شكلها طاوله غزل شكلها، هي طاوله خياطه. حلو طيب خلنا ناخذ ذي. اوكي ما نبي النوته رحم والديك، بنجمع ذولي نمشي. الوين الوين، يلا خلنا اعطيك من بقايل. من وين جت ذي؟ حلو والله انا نيزي، بس لو ما يجتمع علي. حلو 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 حلو. اوه كفو الجماجم، كفو اي صح ترى ملبل، انا ناسي زي النقاطي والله من الفهاوه يا عيال، ملبل ترى من التجميع من التلويت. اوكي ناس هنا زي النقاط حقياتي الجديده. اوه في ريسبي جديد انفتح لنا، شو السالفه؟ في ريسبي، اوه فتحوا لنا خيوط اخيرا. هذول المطلوبات يا شباب، انهم يزين لنا الجلايدر المطوره. كثير قالوا لي مير بالتعليقات الحقيقه راحت تزين جلايدر زين جلايدر، ما معنى الموارد حقاتها كيف زينه؟ يعني انتم ابخص، يعني ما عنكم خفا، تشوفون معي الموارد وقيل لا ما انا مزينه. ما قدرت ازينه، ما معي الموارد المطلوبه. نجد ذولا. اوكي والله يعطون خيوط، خلينا نجمع منهم خيوط. اوكي ما عند الدرب ذا وين ودي. اوكي قدامي شرذمه. اوف يا الجيش، اوف يا الجيش. كفو يا الجمجمه، كفو. اجلد مدام يلوث ذولا خيوط. حلوين كفو والله الجمجمه، كفو والله قويه الجمجمه. اوكي لوثناهم طرق. اوكي حلوين اعتقد خلاص كافي صح. خلنا ننتقل انتقال سريع للبيس بعدين نزين المهمه اللي بعدها. اوكي ذا مكان جديد ولا جايين احنا قبل؟ استدار راسي انا ما ادري معين جيت تراي. ايه لا مو بجديد، ما اتوقع انه جايين قبل. اوكي الا هذا المطلع، هذا المطلع الا خلونا نشيك تشيك اخير على المكان نطلع يلا. اوكي الان رجعت البيت، شيكت على الكهف بشكل كامل باستخدام الشعله الحمد لله، يعني ما فوتنا لوت. خل نجي الان نكلم هذه، اعتقد المهم له. اوكي فعلا المهم له. طيب الان هل هي معنا الطاوله؟ لا هي معنا. طيب ممتاز خلونا نجلس له يلا. اوه الا فعلا طاولة حياكة او طاولة غزل حقت خيوط اعتقد. اوكي خليها هنا جنب جنب الجلود ذولي او طاولتها الثانية. طبعا ناقصها زود انارة هنا اكيد. اوكي خلينا نشوف الآلة هل نقدر نتواصل معه؟ اي نقدر. اوه تصنعنا الخيوط ذولي اخيرا، هذول الخيوط يا شباب مطلوبة للريسبي والوصفة حقت الجلايدر الليجندري. فنبغى النبتة ذي الفلكس، وتذكرون انه جامع كميات كبيرة لكن راحت علي نبتة الفلكس. الظاهر اذا ماني بواهم انه رسبونها عند الشعلة ذي اللي بالشمال. هلا اروح اجمع كذا كثير واجي يلا. اوكي الان جمعت كمية زهور يا شباب، لكن نصنا بحطهن حاضنة البذور هذه
والنص الثاني راح اصنع فيه خيوط. حلو، الان نجي هنا الطاوله. اوكي، شوفون الان جالسين نصنع خيوط. طبعا الخيط الواحد ياخذ 2 من الورده هذه، وحنا محتاجين تقريبا 4 للي هو الجلايدر. وحاضنه الخيوط شوفون، حاضنه البذور عفوا شوفون. الان شغاله على قدم وساق، حطيت فيها الورد وحطيت فيها المويه. حلو، الان عطتنا اللي هو هذول تشوفون السيدنج اللي هي البذور. عندنا 20 بذره من الكميه البسيطه اللي انا جمعت. اوكي، الان مثل ما تشوفون يا شباب الوصفه حقت الجلايدر خلاص الخيوط ضمناهن، لكن نبي شيء اسمه شراود ساك. الشراود ساك هذا قبل يمسح التخزين اللي عندي انا كنت جامعه، من وين جبته؟ جبته تذكرون يوم نروح نجيب النجر، يوم نروح نجيب النجر مو قابلنا يا شباب لو تذكرون وردات لونهن ازرق اللي يطلقن علينا؟ الوردات ذولي لونهن ازرق هن اللي عطني الشراود ساك. خلونا نرجع نتوطب بطنهن مره ثانيه ونجيب اللي هو نجيب الكميه منهن مره اخرى. طيب اعتقد ابسط طريق من هنا، هذه هي. انا اعتقد ان هذه هي الفليم اللي عند المكان يوم تذكرون من حفر القبر، هي هناك. خل نختصر لما يلا. حلو، اعتقد يا شباب انه اقرب مكان واقرب ريسبون هذا. خل نحط واي بوينت للفليم علشان بس ما اضيع وادز لما. يلا بسم الله. اوكي الان قربت، تشوفون هذا مدخل الشراود اللي نفس المنطقة الشراود اللي حصلنا فيها النبتات الزرق. ايوه هذولهن. اوكي هنشوف، اعتقد اللي ياثر عليها النار، ان شاء الله ياثر عليها النار هنتعامل معه. الا فعلا، اوف يا ساتر يا دمج عالي مرة عالي، ما توقعتها كذا. الا عطنا شراود ساك. طيب الان بما ما معي البف، خلونا ناخذ البف عشان ما اجيب العيد. بف اللحم حلو، ناخذ بف الفراوله هي اللي، وايضا بف السحر حلو. ما راح اخذ بف استمن اللي المويه، خل نكتفي بالفراوله عشان يهيل لنا. خل ندور ذولي. اوكي عرفت المكان، هذا المكان اللي حفرنا فيه القبور اللي فيه ذاك متعافي. هنا النبتات انا اذكر واجد. اوكي ممتاز، ما موجودين الشرذم مرسبنين. طيب خل نرقى نتحاشاهم. اوكي حلو، والله شكلي ما تحاشيتهم. الله يستر الله يستر. اوكي هذه هي فوق فوق فوق. حلو 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 حلو، نأدبه. حلو هاي ضمناه، ممتاز. وذي اللي فوق تشوفونه، أح وين رحت أنا؟ أما كنت بوقع على الخشب. يلا ما يخالف، خلنا نجيب ذي. أوكي هي نبتة ثانية، هي اللي فوق الله يعدمتني. سنايبر حلو حلو. اوه اوكي، كم كمية الشراب ساك معنا؟ الله يستر الله يستر. اوكي خلنا نجد اللي فوق. يا النذلة، ابلعي. احنا قويات. اوكي اوه هذا المكان ما دخلتك اليوم، والله يا الجمجمة أدبت النبتة. كفو والله كفو يا الجمجمة. حلو حلو، جانا واند شباب، من زمان ما جانا واند. أخيرا ليفل 11 وفاير، اللي معنا كم ليفله؟ ليفل 14، اللي معنا أزين الله يقهر. أوكي هذا عطانا كويست. أوكي ممتاز. اوكي جمعنا ذولي الحين، هل من مزيد؟ خلنا نتشوف النبتات.
اوكي. اوه في ابو درع مرسبن، انت عافي. الله انزل مسخره بالسحر. اوكي. ما اقول القم لا يقدر. اوكي. اوحاحا. لا 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 التفادي عندي صاير مره بطيء، شكلي شيبت. يا جماعه التفادي صاير دمار عندي ما ادري ليش. لعب معقول الصراحه، يعني ابدا العب لعبه المزرعه السعيده. يعني شو اسمحوا لي شويه شوي جلد ذات، لان فعلا التفادي لاحظ عندي صاير مره بطيء مره. اوكي. اما نفس السيف، نفس السيف اعطانا حسب اللوت مختلف. ممتاز ممتاز. وهنا ايش فيه؟ يمكن هنا يتغير اللوت اتوقع. اوكي 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 يلا ندور النبتات بعدين نوجه البيس. اوكي اخيرا لقيت علاجهن، علاجهن يا شباب استاف من بعيد تقنصهن، ما يدمجنك ولا شيء. شوف 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 يا عيني. اوه من زمان يا شيخ، انا ناسي استاف. اوكي وش ذا؟ هذا شيء غريب يا شباب اللي يشع بالجدار، اول مره يمر علي. دقيقه لا تقول لي ما في مورد الا والله. عنبر عنبر قريب، في حيتان هنا. ايش جاب العنبر بذا؟ يعني شكله ذا كان بحر قديما يعني. ها غريبة، خلو وتلوت بشكل بسيط. اوكي مثل ما تشوفون لعبت بالعنبر لعب. لوت الجبل هذا كله كامل فيه العنبر، كفو. اكيد راح نستفيد منك الوصفات اللي قدام، اكيد نحتاجها. النجل ذي ما في الا قوة قنص، ما في الا قوة قنص. اوكي يلا ندور غيرهن. اوكي مثل ما تشوفون جمعت 13 حبة، لكن بالضبط كم تبي الجلايدر ما ادري نسيت، لكن خلونا ندز نطلع بس من الشراود عشان ما ننكب. الانسحاب طيب لنشوف، ما بقى وقت يعني كثير. اوكي اوه شوفوا بالغابة يرسبنن اللي لونه احمر الشجر، وبالشراود يصير لونه ازرق. يلا يلا بس مشينا، يلا بسم الله. اوكي الان رسبنت البيس الحمد لله السلامة، جينا قبل الليل. اوكي خلينا نشوف الان هل خيوط جهزا ولا لا. غدا ان شاء الله يمدينا نصلح الجلايدر قبل نطلع المهمة اللي بعدها. حلو عندنا ثمان خيوط، ثمان خيوط ومعنا الساك هذه حقت النبتات. ان شاء الله انه يمدينا. خلينا نشوف ابو الشباب. اوه البركة يا شباب، كافو. يا سلام اخيرا غيرنا الجلايدر. والله كثير قالوا لي بالكومنت الفيديو اللي فات غيرها غيرها. الحمد لله جمعنا اغراضها ابشركم. طبعا الفرق بينها نشوفوا، هذه الرينج حقه 100 وسبيد 10، هذه الرينج 150 وسبيد 15، لكن هذه تستهلك استامينا كل ثانيه، كل ثانيه اربع حبات استامينا. اوه نفس التكلفه، نفس تكلفه استامينا. حلو حلو. خلاص الجديد ايش اسوي به؟ ودي بلديه، ودي بلديه ما نبيه. يلا يلا المهمه اللي بعده. اوكي الان طلع الفجر، ضبط وضعي وزودت الباندج اللي انقصن. اوكي ومعنا الجلايدر الجديد. طبعا هنا انا تعمدت نطلع بهالوقت. هنا يا شباب الممرات هذه راح احط فيها شعله، الشعله تحتاج اغراض وموارد بجمعها ان شاء الله. فتحها لنا النجار، خلوا اوريكم اياها. لا رحنا نروح للنجار. شوفوا نروح عند الشعلات حقاتها اللي فتح لنا. شوفوا هذه الشعله الرهيبه، تشوفون هذه ناقصنا فقط ريزن بجمعها باذن الله. بحط هذه في الممرات برا، وهذه ايضا بحط هذه وهذه في الممرات. اعتقد بيعطننا كومفورت وبيعطننا اناره للممرات الخارجيه. طيب الان خلينا نشوف المهمه اللي بعدها وش عندنا. شوفوا عندنا الفاير بليس حق المزارعه، يلا تستاهل من زمان ترى موصيتنا عليه، لكن مكانه شكله بعيد ولا قد رحنا له.
شون في أقصى الشمال يعني ما قد رحنا له أبدا، عنده فليم. طيب خلاص خلونا نحط عليه وي بوينت وننتقل على الشعلة حقتنا آخر واحدة تذكرونها اللي عند الكهف. يلا بسم الله. أوكي الآن وأنا مختصر للطريق هذا أو المهمة اللي احنا رايحين له، تخيل لقيت بلدة أو مدينة كاملة تحت الشراب. شوفونا راح نستكشفها لكن مو بالحين، الحين خل نركز على مهام الرفقاء. عندنا رقم واحد. أوكي حلوين الآن قربت لللوكيشن اللي مرستنا لما المزارعة. يقول لوكيشن أبوف، اللوكيشن فوق. طبعا أنا قطعت الشراود هذا، كان من المستحيل أن نقطع هذا لأن كان لفلة عالي مرة، لكن بعد ما طورنا الشعلة الحمد لله تمكننا أن نقطعه إيزي. أوكي خلينا نشوف هنا. أوكي برضو في شراود قدام. أقول لوكيشن أبوف، يبغانا نرتفع. حلو شكله بالقلعة ذي واضح. أما تشيست كفو، غادي شي زين دائما اللي تفتحني بقفل اللوت بيض. اوكي فأس اللي هو فأس الاكسكيوشنر شكله تو هاندد. طبعا على طاري تو هاندد، قلتوا لي الحلقة اللي راحت انك ما جربت الفأس وما ادري ايش، حمستنا بس انك ما جربته. طلع تو هاندد وبيض، مرة بيض مرة شين الفأس، يعني ترى سويت فيكم خير انكم ما شفتوا اداءه، شين مرة مرة. اوكي معين نروح ناخذ هاي جراوند نشوف اذا في اعداء ما في اعداء. وش هي المدينة ذي اللي مهجورة ما في احد ابد؟ لا ونصها شراود ونصها كذا، غريبة ذي مرة موحشة الصراحة. اوكي ما ضبطت. ايه في صندوق حلو. وش المدينة ذي الموحشة؟ شكلها مهجورة، نرقى منها. اوكي لقينا فتحة بالجدار تشوفونها. حلو ما في شيء مميز، خلينا نطمنا. اوكي بدل ما نكسر الباب واضح منه مدخل. اوكي خلونا نلوت المكان بشكل سريع. يلا اذا لقينا شيء نعلمكم. اوكي تخيلوا شباب رقيت فوق السطح، قلت عشان استطلع المدينة اشوف وش فيه. والله ياهي مليانها اعداء، مليانها اعداء وفيها الوردة تشوفونه، شكل في بوس توقع تحت. الا والله في بوس، في بوس تشوفونه تحت. ناظر السيف اللي معه اطول من الشخصية حقتي. زعل زعل الزعول. اوكي تعال 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 انزل له شوي. تعال 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 ما يطول ما يطول السحر. اوكي كفو كفو جاء. والله ليفل 15 هذا، لو انزل له بيصفقني تصفيق، لكن خلنا اجلده كذا. ايزي. اوكي 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 خلنا نشوف قوة ستاف عليه. لا وفو في قدم الشخصية الغبية. اما يهيل الوسخ، اما يهيل. اوه يهيل النذل. لا لا قويين. ايش يقتل هذا صار يهيل؟ إيه لازم كذا اطلاق متواصل صح؟ مستحيل اقتله، مستحيل اقتله. يهيل تشوفون يهيل ايزي. يا قوي والله يا قوي. تخيلوا بستاف بكل شيء حاولت اقتله عجزت. يا وي متعافي، شلون متعافي؟ تعافي يا عيال قو قو مره متعافي. شوف 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 وين راح، وين راح النذل؟ تعال 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 يا وسخ. ونواني يا عيال نواني، شكله لو يرقى لامي شكله قال خلوها انا نزله لكم. تعال تعال يا حلو. اوه هذا هو جهنا. اوكي اوكي تعال 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 سبك تعال. والله يا شكله بس لو يلمسني لمس بالسيف حقه
ابى اروح ملح من جد، ابى اروح ملح. اوكي خلينا نشوف فوق الجدار هنا. تعال. ايوه ايوه سوا اقرا علي. اوكي تعال شوفون، ما يتاثر ما يتاثر نهائي. يا هو قوي يعني هذا بالفاير، ترى الفاير افكتف ياثر عليه ما ادري عني. تخيلوا مستحيل اقطع النبته ذي، هذه النبته اعلى مني بالليفل كثير، مستحيل من جد يعني مستحيل. قام تعافي ذا معهم حتى يهيل نفسه. اوكي يلا ما علم منه، نروح من هنا. اوكي هنا ايش فيه؟ اوه شكل فيه لوت حلو حلو. الله يستر قد يرجع علي. قام تعافي ذا والله يا بندم من جد بندم. اوكي ما في شيء هنا، ايش الباب ذا؟ ما غير ادور بهالمتاهه. واش اذا لقينا شيء كويس علمكم. اوكي انا من رايي اني ما المسه ولا اتحرش فيه لاني ما حطيت شعله، والمكان ذا بعيد. شوفوا وين انا، مره مره بعيد يعني. شوفوا على الرسبون، اقرب رسبون ذا لو اموت. فالصراحه لا قمه الغباء لو اتحرش فيه. خلونا بس نروح ونجيب ال الفاير ذي اللي مصيتنا عليها، ايش اسمه اللي هي المزارعه. لكن تشوفون في لوحه كانها حقت المطلوبين، كانها حقت ذول الوانتد. تشوفون عليها 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 زي استيكرات. نروح ناخذها بس اخاف انزل اندم. شوفوا ذول الحشرات واجد تحت، مره واجد، والفالم عاليه، وفي صندوق ذهبي. اقلع ام الاغراء يا شباب من جد اغراء. اوكي حتى ما سووا علي اقر وسخين عشان اقتلهم بالسحر. اوكي كاني نزلت زم الصندوق. الو نزلونا غصب علينا. طيب لو نسوي كذا سنيكي يدرون بناء. والله كنا جاي لمي ذا. اوكي هيل هيل يا مهيل، توي انت بصحتي. اوكي ما هو بوقت ذي، عطنا بوشن. لا شكلهم ما دري وما دري. وكفو كفو الوين ثانيه ثانيه وينه؟ حلو اخذناهن لطشناهن من بين عيونهم. اوكي الان دز الان افقع. اوكي كفو هذا هو. اوكي اخذنا غرض بس ما ادري وش هو. اوه اوه يا الذين يا الذين. اوكي اوكي الجمي ليفل 15 يا عيال الحشره. ليفل 15 ليفل 15 الحجرة. يا ساتر يا ساتر. طيب وشو اللي اخذته؟ دقيقة مو هو اللي مصيتنا عليه المزارعة، هذا وشو هذا؟ ما ادري من حقه لكن شكل احد مصينا عليه يعني احد ثاني، لكن لقطناه كذا على الطريق. طيب الشعلة ذي نقدر نشيله صح؟ الا نقدر نشيله كفو. يلا عوافي. اوكي شلون نطلع من المكان ذا؟ هذول الحشرات بالباب وقفات ينتظرننا. اوكي تذكرت يا شباب اني ما لفلت، خلوني الفل. عندي الصراحه شكلي الفال واجد. خلينا نشوف كم. اوه معنا 10 نقاط تخيلوا. خلاص سك الباب ولفل. دقيقه سك الباب كافو عليك. يلا خل لفل حلوين. اوكي الان لفلت يا شباب. النقاط اللي لفلت ركزت على سحر الفاير، على سحر الفاير. الفاير الان صار قوي قوي مره لمعنى، لان اغلب الاعداء القويين لاحظت انهم يبغون فاير ما يبغون ايس، فركزت على الفاير. الان الفاير حق ستاف وحق الواند كلهن قويات. يلا الان نبي نطلع من هالمكان. اوكي تصدقون انه هي المهمه اللي احنا جايين عشانها، لان اختفت العلامه. هنشوف هذا وش هي. ذا بايك. انت اكد من المهمه خلصت ولا لا؟ اوكي الا شكلها لها لها مكان ثالث. تشوفون كرافت فاير بليس. ايه يبغانا نسوي كرافت لهذه لان خلصت المهمه. حلو حلو شو ما يطلع مكانها بالخريطه. يلا وهذه وش ذي؟ هذه اللي فيها التنين. سلامات هذه ناجلها شوي. من يرسلنا للتنين؟ الحداد. الحداد عجل.
طيب الكيميائي مرسلنا المكان ثاني، خلينا نشوف وينه بالخريطة. اوكي اعتقد انه هذا اشاعات الكيميائي. اوكي نبي نحط عليه واي بوينت وخلونا نطلع ناخذ فره بالمكان قبل ننتقل. يلا بسم الله نبي ناخذ فره بالمكان. والله يا المكان صعب يا عيال، من جد صعب ذا. هذا لو المس الاحمر على طول اموت. اوكي بس نبي نشوف نشيك. ناظر كثر الشجار، الشجر فل من جد فل. نجرب الفيار، يلا بسم الله خلينا نجرب الفيار. اوكي اوكي شوفوا ترى لبله 15 يا عيال، شوفون لبله 15 جلدناه. الفاير دمج عندنا صار اعلى بكثير. اوكي للاسف في اعداء الله يستر اسمع اصواتهم. اوكي احنا جايين علشان ذولي ناخذ المهمات الاشياء ذولي. اوه شوف السحره من داخل الله يستر. طيب هنا ايش فيه؟ ما اشوف ايدي ظلام. حلوين وش البيت متكسر. اوكي اوه لقينا خيوط كفو. حلوين اوكي نرقى من هنا نشوف. اوكي طلعنا من الشراود. اوه في شعلة ثانية كفو. والله يا المكان ذا صعب اللي احنا بوه من جد صعب. هذا يبي ليفل عالي، يبي شغل، لازم نجي مستعدين لمه ان شاء الله. اوكي خلينا نشوف وين المكان بالضبط ذا. شوفونه اسمه شانتي شاكس المكان اللي احنا فيه. حلو وامبريال جاردنز اللي هي الحدائق، حدائق الامبراطور وزي كذا اعتقد الاسم. اوكي حتى في مدينة تشوفونها هناك بالاعلى، تصدقون شكلها هي مدينة التنين. لكن يلا يلا من دامنا برا الشراود الان نبي ننتقل. يلا بسم الله. اوكي الان خلونا نصنع الفاير بليس قبل نوجه للمهمة اللي بعدها. اوكي حق المزارعة، حلو ممتاز. هنشوف الان نقول كرافت. طيب الفاير بليس، اوكي جميع اغراض الحمد لله معنا متوفرة. اوكي يلا نصنعه بعدين نجلسه له هنا في الحظيرة. اوكي يلا الان حطه هنا بدل السيف. حلوين اوكي خليه هنا بالزاوية. يلا حطينا لك القدر بالزاوية. طيب وش نقدر نكرفت فيه ذا؟ اوكي طيب نقدر نطبخ لحم ممتاز. اسرع شكله نحط كمية لحم يطبخ لنا كافو. والله شيء يعني بدل ما نطبخ يدوي نطبخ كميات الحين. يا سلام كافو كافو والله المزارعة انقذتنا. يلا يلا المهمة اللي بعدها، لكن قبل نروح المهمة اللي بعدها خلونا نشيك عليهم. اوكي هنا افتحوا لنا سبيشال اروز، تشوفون هذه فتحت شراود ارو لنا سهم الشراود، وفتحت لنا الشنطة الميديوم كافو. تحتاج زيادة فقط خيط واحد. اوكي هل معنا خيط واحد؟ الا معنا كفو يا محاسن الصدف. هنشوف يا سلام البركة شباب ميديوم باك. الشنطة اللي هي الميديوم. حلوين نبدل هذه سمول، خلاص هذه انتهى وقتها. حلوين وينه؟ يلا ودي بلدية. اوكي الان المزارع فتحت لنا شيء جديد؟ ما فتحت شيء جديد. الان خلينا نشوف الحداد هل فتح شيء جديد قبل نوجه المهمة اللي بعدها. اوكي ايوه الا يبينا. اوكي عندنا مهمتين. حلوين طيب الصناعه هل في نجمه؟ ايوه هنا تحت عندنا الجرابلينج هوك، لا هذول قديمات. وعندنا القدر ذا نقدر نصنعه حق الطبخ. ممتاز ممتاز. حلوين هذول الشباب هل افتح لنا شيء جديد؟ خلينا نشيك عليهم. اي هذا يصوت لنا. حلو نشوف ايش عنده. اوه فتح لنا اسرة جديدة، تشوفون؟ الاسرة الجديدة تحتاج ستراو وتحتاج ستراو اللي هو القش وتحتاج فطر النعناع. طيب والطاولات فتح لنا يا سلام، الحين نقدر نأثث يا سلام. وايضا الكراسي والكراسي الطويلة فتح لنا انواع جديدة. والويندوز اللي هي الدرايش فتح لنا اشكال جديدة. اخيرا فتحنا الفنس
لو الدرب زين ذا، وأيضا البيبان السرية فتح لنا أنواع جديدة، ممتاز. أخيرا فتحنا البئر، البئر فتحناه ممتاز، لأني أنا كسرت البير اللي عندنا كان بالبيس بالغلط، كل شيء كسرته بالغلط، عوايدي. طيب هنا هذا الإكسبلوسيف الباودر، القنابل الجديدة اللي فتحناه، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هنا هذا فتح لنا الجديد، هذه اللي الفاير بول 2، تشوفونه التعويذة هذه أقوى من الرقم واحد اللي قبل شوي نستخدمه ضد البوس القوي، ما تأثر فيه ذيك. وحنا بما أن قوينا دمج الفاير فنحتاج أن نصنع كمية من ذي. طبعا ناقصنا الريزن، راح أجيب ريزن إن شاء الله بإذن الله. لكن قلنا حنا وين نبي نطلع؟ نبي نطلع الآن المهمة، لا ما نبي حق التنين، أحس تونا عليها. الآن هذا النشبه البلاك سميث يبي طاولة، والنجار أيضا يبي طاولة، والكيميائي أيضا مصينا من زمان على ذي المهمة. وهذه خلوا نروح المهمة الكيميائي، مهمة الكيميائي ذي خلوا نحط عليها واي بوينت. حلوين هذه، ممتاز. يلا اسم المهمة، دقيقة خلنا نتأكد، الكيمست رومرز اللي إشاعات الكيميائي. اوكي ممتاز، يلا مشينا. اوكي اقرب شيء ان الرسم من فوق البرج، بعدين ننطلق بهذا الاتجاه. اوكي نخليهم كذا بالتمثال، يقول لنا 500 متر. والله الصراحة ذي افضل بكثير بالطيران اللي هي الجلايدر، من جد افضل، اكيد لاحظتوا معي. تبطي ما تنزل هذيك على طول، او ما يمدينك عبس من فرناس الاولة، ما يمدينا نطير اللي حنا نشبين بالارض. لكن ذي والله تمد، تشوفون الرينج حقه عالي المدى، ممتاز ممتاز. قربنا المهمة ذا النشبه الكيميائي، اوه والله ما شاء الله خدمتنا، والله بعدنا مرة، ما توقعت ان نمغط المسافة ذي ايزي. ولا الى الحين ما استخدمت الحركة ذي، تصدقون يعني كان بامكاننا نستخدمه من زمان. اتشوف الحظ رسبنا طبينا عن ذي. اوكي خرب، نجرب عليه الدمج الفاير، اوه قوي دمجنا مرة. اوكي هل المكان هذا هو؟ الا هذا هو اشاعات الكيميائي، هنشوف وش السالفة داخل هذه البيت. نقدر ندخل متخفين ولا نقدر نتصادم معهم؟ شوفونا الاشجار ذولي حقت التخفي، وفي افخاخ، الافخاخ خلص منهن. ماشي نذا نسوي اوتو لوك على العدو. اوكي احح يا نذل يا نذل. اوكي اكسر ذي لهند، اكسر ذي اخيرا. اوكي هذا ايش عنده؟ مرسب من وراي قال رجل، تعال تعال وش ذا. اوف 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 اوكي اضرب، تعال تعال انت الثاني، ركز على الاعداء لو سمحت، ركز على الاعداء. اوكي اوكي ذا ايزي، هذا اللي يطلق ذا، جيبولي ذا بي كلام. حلو حلو بالقوم، حلو حلو. بدينا من اولها كلاب، الكلب ما بغى اكل عيش حقهم، طلقه واحده. حلو ايزي القم. اوه شوف الحركة، لما صديت الاسهم رجعت لما ضربته. اوكي 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 ذيب، وش الذيب لا انت عافي. اوكي صدينا، اوكي كنت بصد ثاني بس ما مداني المسني الاسهم. والله فل اعداء كيميائي الغدرة، جايبنا ببسط ذولا اكيد على شيء، علشان شيء بايخ انا اقولكم من الحين. اوكي يلا هذا وشو، حلو والله ذبحنا واجد، اثرا مكثرين، انا حاسبهم واحد اثنين داخل هالمكان. اوكي هذا والله يكب علينا سكراب اللي هو الحديد. اوكي باقي منهم واجد الحين ما ماتوا. اوكي هاي لعبنا مخيمهم،
الو يا ساتر يا ساتر. هلقم انت هلقم. حلو حلو حلو. ايش بالخيمة ذي؟ شبه بصندوق. حلو ممتاز. ما نبقى قاعد نجمع سكراب مع انه ذا المكان الصراحة مهم عشان السكراب، بس نبي ناخذ المكان ذا سبيد رن. انت تعرفون احنا متاخرين مره بالمهام، خلونا نقول به تجميع السكراب بعدين لحقين عليه. اوكي في صوت واحد دب يمشي، ما ادري انتم تسمعونه مثلي ولا صوت واحد متعافي يمشي واضح. اوكي طلع لنا ستاف غادي اقوى من اللي معنا. حلو وذي نوته اخذناه. وش ذا الصوت؟ وش الصوت اللي نسمعه؟ وفوق شكله فوق، شكله فوق واحد متعافي فوق يا عيال. نرجع نصفقوه. ايوه ايوه هذا اللي عندك. حلقهم اما ريزيستد خليه ينتبه. هذا يبي جليد، يبي جليد ذا النذل. اوكي اوه في دب، في واحد متعافي دب تشوفونه. اوه في رئيس السم ثاني عندهم. يلا يلا ما عليه، شكله اسهل من ذاك، شكله اسهل من ذاك. اقول القم، اقول القم. الله ما ياكل عيش. اوف 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 اوف. هيل هيل عطنا لحم وعطنا فطر. الفطر شكله مو بمعنى. ايه شوفوا السحر ضعيف غريبه. اوكي وش بعد نبي؟ خلاص يكفي. وش رمى ذا النذل؟ الو اعطانا بو. يا ساتر يا ساتر اختفى المكان عن بكرتي ابيه. الو طيب اخذنا احنا جايين عشانه ما توقع. اوكي في اوه كفو. اوكي في ميس. وش اللي ينفجر بذا؟ والله يكب علينا حديد. كفو اتاكد من المهمه خلصناها احنا ولا ايش قصته. اوكي اعتقد ان خلصناه. هو جايبنا نذبحه. يقول اذبح الماترون. الماترون قتلناه خلاص، يعني المهم ان نقتله. يقول اذبحه عشان تقدر تطور الجرابلينج هوك حقك. ليش محتاجين؟ شفتوا الدرع حقه والخوذه؟ راح يخليه راس للجرابلينج هوك حقنا. يا فسقان الكيميائي الان فهمت المهمه وش المطلوب. حلو حلو يلا يلا مشينا. يلا الان نرجع للكيميائي نشوف وضعه، نشوف هل فعلا يطور الجرابلينج هوك حقنا ولا لا. اوكي ما هو بالكيميائي، عفوا الحداد شكله. الحداد هو اللي عنده جرابلينج هوك. اوكي اوكي فعلا الكيميائي هو اللي يفتح لنا الوصفه، لكن اللي يصنع لنا جرابلينج هوك الجديد اللي هو النجار. طيب الان نبغى جرابلينج هوك القديم، لازم يكون معنا حبه. طيب اللي خلونا نفك اللي بشخصياتنا لان ما نحتاجه خلاص. اذا صنعنا الجديد راح نركب بداله بداله. حلوين خلاص الان جددنا جرابلينج هوك او صار طورناه عفوا. وش فائده هذا؟ هذا يا شباب يوفر استامنا عند استخدامه، وايضا خلينا نتاكد وايضا نقدر نستخدمه مدى ابعد، يعني نطلقه لمدى ابعد. ممتاز هنشوف الحين وش وضع المهام وصار عليهن. اوكي عندنا الحين في هذه مهمه الكوين ومهمه الكابيتال حقت الويفرن، وايضا الطاولتين حقت بلاك سميث حقت يلا يلا طاوله هذه حقت الحداد. اوه بعيده مره بعيده. وين
لا لا ذي مشوار، لا ذي صدق مشوار. هنشوف اللي بعده. اوكي هذه وين مكانها؟ غادي اقرب. اوكي اسمه فايندينج ماسونري تولز. طيب يلا شو الماب. هذه هي، الا هذه هي. طيب خلونا نحدده ونحط عليها واي بوينت. عندها بئر غادينا ننظفه اذا قدرنا، واقرب مكان رسب هذا في برير سبون قريب. ممتاز يلا نريح نمشي. اوكي الان قربت اللوكيشن يمكن تقريبا 160 متر، لكن طحت لي بهالمخيم ذا، لازم اختصر من عندهم. فيمكن ناخذهم سبيد رن. والله شكله بناخذهم سبيد رن. لو معهم متعافي ذا، معهم عدوي اللدود. لا اللي واقف، لا اللي واقف. قال لي هاج الحين وطحت بارداهم. اما نزل السباك. لا والله متعافي، ناظر يناقص دق الارنب. والله يا ابو نشاط هالادمي ذا. اوكي معقول ذا قوي قوي يا شباب. اوكي تعال 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 خلينا نشوف شو وضعك. ينفع مع ام الفيار؟ لا ريزيستد. يبغى لهم اسيد جليد ايس. بديت اكلج. اوف 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 يا ابن الذين يا ابن الذين. والله يا هم تعافي يا عيال، والله يا هم تعافي. اوكي الان رجعت، والله يا هم مشوار، لكن ان شاء الله اني بجلدهم. خلاص خربت خربت القم القم تبا لك. حلوين. اوكي خلي على الفروزن الان. اوه متعافي يا عيال موجود. اوكي بسم الله الجم. ايوه ايوه الجمجمه. كفو بوقتك وقتك يا جمجمه. كفو 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 قصينا الوسخ. ارقص على جثتك. تعال انت على السبك. انا ما كان ودي انظف مخيمكم، لكن انتم اللي حددتونا على الردى. اوكي في واحد ردي عاد ثاني معهم. تعال. اوكي ايزي بينجلد ايزي. اوكي وين الردي اللي ذبحني قبل شوي؟ اوكي وش ذا؟ قنابل كويس. اما جالس ينتظرني عند اغراضي. واضح انه يحبني الوسخ. وينه؟ خداعته ايزي الوسخ. اوه من قال اني ابن الذين ابن الذين شلون كذا؟ ثواني رسبن بجنبي. يا هو قوي يا عيال، ترى يجلده بستاف. من جد مبالغين بقوتهم ذولا الخضر. اوف 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 خلص المانا. اجلد اجلد العادي. تمسخر كفو هذا اغراضنا. اوكي خذ حلو اجلد. القم انت القم بوقتك. حلو مشوارنا 100 متر يا عيال، شكله من جد هذا لهم علاقة بمشوارنا. القم انت القم. اوكي جاي عشان يموت، ان جاي عشان تموت. كثر هذا الذيب يا كثر الذيب. اسمع صوت واحد وينه؟ شوفوه فوق هناك، وده ينزل لي بس ما مو قادر. اوكي خله خله. تدرون شلون؟ خلونا نختصر بس اللوكيشن، احنا نجي لما نرجع لهم ذولا بعدين نفضي لهم. اوكي 25 متر هذا هي. حلو وش المكان الغريب ذا؟ اوف دقيقة اعتقد ما يمدينا ندخل.
لونها احمر صح؟ من جد لونها احمر ولا علشان انا قربت تغيب الشمس؟ الا صدق صدق الشراود لونها احمر ما يمديني ادخل. خل اشرب هذه احتياط. الو الله يستر ما يمديني المسها بس كذا لمسه اشوف. الا احمر 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 تشوفون كيف ينقص الوقت. وش ذا مرسل لي المهمه فوق مستواي. اوكي خل نتأكد دقيقة. هل هي بنفس المكان اللي أنا فيه؟ إلا بنفس المكان اللي أنا فيه. فوق مستوانا ذي المهمة ما نقدر نزينها قهر. طيب أيضا مهمة بلاك سميث مستحيلة شوفوها. وراها بعد بمراحل تشوفون. يعني فوق مستوانا لازم نشتغل على أبديت أو أبجريد. أبجريد اللي هو الشعلة. والشعر عشان نسوي له ابجريد لازم ان نقتل هذا الويفرن. وايضا هذه اعتقد مقدور عليها. خلينا نشوف وينها. هي ذي اي والله ذي سهله ذي. مشينا لما يلا بسم الله. اوكي وصلت اللوكيشن اعتقد هذا هو. الو مكان غريب الصراحه من جد المكان غريب. خلنا نشوف فيه. الو حتى الباب مقفل ما نقدر نكسره. باب خشب ذا ممتاز. فيه نارات. وش ذولي؟ نقدر نقراهن. نفس الشيء طفن. انا حسب كل واحده لها. اوف 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 وش ذا ما شفته. طيب دقيقه وين راح بفلاكل؟ يا إذا قربت المهمة على طول يروح البف يختفي. اوكي نبغى بف موية بعد عشان استمنا. ونبي ايش نبي بعد؟ اوكي لا خلاص مضبوط وضعنا تمام. خلونا نجلد ذا. شخصية الوسخ القم. تحرك تحرك النذل. خلنا جلده. اوكي ايزي. ثاني. اوكي القم. حلو ممتاز. والله البالهم صعب شوي ذولا بس مو بقوه. وين راح قبل شوي بذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص ملح وذهب. في واحد تو هنا ولا ورالي. اوكي هذا ايش فيه؟ شكلي واهم. اوكي الباب ذا ينفتح؟ ما ينفتح. زين معنا قرابلر زين تشوفون؟ محتاجين قرابلر كويس هنا. بسم الله. الو ممتاز. اوف في حفر لازم انتبه. الويل. اوكي هذا الهدومه قبل العاصفه. اوكي في سحرات. الو توقعت ان في شيء. تعالي 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 ربيك. الساحرة عدوها الفاير الساحرة. اوكي ايزي ايزي. طيب هنا ما في شيء. في ازرار. في اربع ازرار توي انتبه. اوكي هناك زر. هناك زر واضح جدا. اوكي لا 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 ايوه جبته كفو. لا كان يمديني اجيبه بالقناصه. اوكي يلا عوافي عوافي. طيب الزر الثاني ما شفت زر. الزر الثاني كنا منه مع الباب ذا. اوكي افتح نور علينا. الله ينور عليك. اوكي
ما في شيء هنا. اوكي اسمع صوت حشرات. وينهن؟ خل اشوف يمكن يورى لي. لي ورا الجدار. ورا الجدار مو بعندي. ما معي لوك بيك. القهر خلص اللي معي. طيب. الان فتحنا لمبه واحده. طيب هنا ايش فيه؟ هنا يمدينا ننزل. بس في شراود. شراود يمدينا نعيش فيه كويس. حلو. بعد لوك بيك. طيب ما نقدر نكسره. شوف. لا 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 من هنا من هنا. هذا هذا. اما يضرب الجدران. الباب مستحيل تضربه. يضرب الجدار. طيب. من هنا ما في شيء. طيب باب سري دخلنا. شكله بتصفى نفس الحلقة اللي راحت. اكسر الجدار. اكسر الجدران وادخل معهن. لا حدونا على قصانا. للا يبوننا نجيب لوك بيك. اوكي خلينا نشوف من هنا ايش فيه. اوكي. ندور الزر الثاني. اوكي حطيت شعلة مثل ما تشوفون. عاد الشكوى لله ورجعت البيس وصلحت لي كمية لوك بيك. صلحت 15 تشوفون. علشان ان شاء الله يكفن باذن الله. يلا بسم الله. استهبلون قفلوا الباب. اما يوم رحت البيت وجيت قفلوا الباب. وش المهمة ذي الاستهبال؟ اوكي. خلينا نشوف بعد الزر. الزر يبغون نضغطه من جديد. لا لا يستهبلون ذولا جد يستهبلون. لكن الاعداء ما رسبنا وزين. اوكي. خلنا نضغط الزر من جديد اللي فوق. اوكي عطنا الا نهائيه وينه؟ طيب مضغوط الا الا مضغوط بس ما اشوفه قبل شوي. اوكي والله زعلت عليها ما حسبه الغاه. حلوين. هذا اللي قبل شوي مقفى صح؟ الا هذا هو. اوكي يلا فتحناه. يلا. اوكي هنا في شيء فوق. حلو. هناك في زر كفو لقيناه. طيب عطنا اللانهائية. اوكي. لا 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 خلنا من اللانهائية. اوكي هقمز. اوكي. القم. جت ضربة كريتيكال شفتوها؟ ضربة حرجة على طول قفلت ملفه. هذا ايش فايدتهن؟ اوكي وش الانكسار؟ شوف الحديد. كفو. ضرب زين ذا والله يكب علينا حديد. طيب يلا. هذا ثاني زر. وهنا في باب. اوكي عطنا. اوكي الفاس. حلوين. يا سلام. اوكي شكله في شرابت قدام. طيب هنا ما في شيء مهم. ما في شيء مهم. اوكي ندخل من هنا نشوف ايش السالفه. اوكي وين ودانا؟ وش هاللغز ذا؟ اوكي هذا كان باب سري. لا والله شكلي واهم. اوكي رجعنا من هنا. انا قبل شوي راق من هناك. اوكي هذه وش الفتحه اللي فوق؟ اوكي دليت الحين. ممتاز. حلو. طيب هذه ايش فايدتها؟ نقدر ننزل تحت. نقدر ننزل تحت نرقى من هنا. انزل. في اعداء قويين قدام. اوكي. القمباري. حلو حلو. في برك ودي افتحه. اذا سويت باري ناجحه نفس اللي تاو يزود لك المانا. فودي افتح هذا ان شاء الله اذا جتنا نقاط. احس مهم مره. اوكي هنا ما في شيء. هنا برضه ما في شيء. طيب دقيقه قبل نرجع نتاكد من الجهه هذه. اوه
والله انا عاجل، حتى شوف اللحم ما يخلص سبحان الله اللحم الا اذا صرت بوقت حرج، يعني صرت بحاجته. يعني الصراحة مسخرة. حلو، بسم الله. اوكي، ما نبي صندوق، نبي ذولي الازرار. اوكي، هنا في باب كويس، احتاج لوك بيك. يلا اخلص، ممتاز. اعتقد مكان جديد. اوكي، بيقنص القم القم. الوين؟ اوكي، لا لا ساحرة يخرب بيتك. اوكي، يا صرخة بلذن ذي، لا الدرجة مقهور ان سحر اقوى منه. اوكي طيب، رجعنا للايس. الى الان ما اشوف ازرار. اوكي، بس بسكة. حلو، اوكي رجعنا من هنا صح. خلينا نشوف هنا ايش فيه. لا 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 يا نذل، اوه بغيت اموت، طبيت بالاحمر. يلا يلا ما عليه. اوه في زر هنا، كفو. حلو حلو، يلا الزر بقي واحد اعتقد، اعتقد اذا ماني بواهم بقي واحد. اوكي، المنطقة ذي خطر مرة، لازم انتبه اذا امشي على ماي ما يصلح. اوكي، هنا في باب اعتقد انه ما فتحناه صح. يلا ننقزل عيونكم. اوكي، الوقت حق الشراء، حق الشراء يعني زين، لكن لازم انتبه ان اوكي وقت الشراود كويس، لازم انتبه اني ما اطب الاحمر ذا، اطب الاحمر بروح غلطه. فافضل شيء خلونا نروح من هناك من فوق. شفتوا اللي تشر ذيك؟ هل في طريق اروح لماه؟ اللي تشر اللي قبل شوي. اوكي نشوف. الا الا في طريق، في طريق، في طريق. لمسناه. اوكي، من هنا. حلو حلو حلو، هذا الدرب، هذا الدرب. اوكي، الله يستر، الله يستر. اوكي، هذا مو هو الشبك اللي تتسلق فيه؟ لا لا مو هو. اوكي، ما ابي صندوق، ما ابي صندوق، خلص التايمر، بطلع من المكان ذا كيف. اوكي طيب، دقيقة، الدرب معين، الدرب معين. اوكي، باقي دقيقة واربعين ثانية. اخس 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 اخس، هذه ما تنكسر، ما تنكسر. طيب ارجع مع المكان اللي جيت معه، اقدر. اوكي بسم الله، خلينا نشوف. من جد جبت العيد. اوكي الان رجعت اغراضي، ابشركم بقي زر واحد فقط، بقي زر واحد هذا يبحث عنه، لكن هذا بس اجدد التايمر عقب ما جبت اغراضي. اوكي، اعتقد انه بالجهه ذي، شكله بالجهه ذي، لان هذه الجهه ما تعمقنا بها ابد. خلينا نشوف. حلو، هنا في صندوق. اوكي اوكي، تعمقنا بالجهات ذولي كلها صح. اوكي، هذا هذا لو فجره ما ورا شيء. اوكي، الا وراه، ورا طريق. والله اني شكيت، زاد مسحنا المنطقه ذي كلها ما بقي. اوكي اوكي، حلو، لقينا طريق سري. حلو، بعد ما يأست لقيت الطريق.
ممتاز. حلو ذا الطريق، وين يودي؟ اوه ودي عند ذول الشرذمة. تعال انت. اوكي ايزي. اوكي. هذا الزر الاخير كفو. القم. ممتاز. اوكي. كفو انفتح الباب. هذا طريق الرجعة. خلاص هنشوف الحين، يشيك على الباب الرئيسي وينه. الا خلاص انفتح كل شيء. حلو حلو حلو. يلا نشوف اللي احنا جايين عشانه وش السالفة. اوه كويس. خلاص جاهز اللوت. اوه كفو درع. درع هذا ولا وش ذا؟ اوكي. والوارك الا شيلد. الا بس العشرين باري اللي فيه، لكن ممتاز يزود صحتنا. اللي معنا يزود صحتنا. اللي معنا ما يزود صحتنا، خلينا نشوف صحتنا قبل وبعد. شوفوا الان لو نروح ل نروح ل النقاط. حلو. اوكي. لا لا تريبيوت. تشوفون الهيلث حقنا 383. تشوفون خلونا الان ناخذ الشيلد ونروح مره ثانيه التريبيوت. 408 صارت صحتنا. ممتاز زوده بس مو بشكل كبير. والباري حقه يعني حي الله مو بذاك اللي مره قوي. بس خلاص كذا نصير كملنا المهمه. يلا اللي بعده. طبعا المهمه اللي بقت يا شباب اللي بقن المهام كلهم صعبات ذولي. كلهم صعبات. هذه حقه الويفرن وهذول الطاولتين. يحتاج ان نرفع ليفل اللي هو الشعله. خلاص الان نبي نروح المهمه ذي الرئيسيه. تشوفونها قريبه عند البيس حقنا، ما هي بعيده مره. توقع ان نقدر نروح لما كذا ايزي. قريبه هي. طيب تشوفونه بالاتجاه ذا 400 متر عن بيتنا. وفي واحد قال لي، قال تسلق المناره ذي اللي عند المزرعه اللي جنب مزرعتنا او بيتنا ان فيها لوت كويس. لكن ما تسلقت الصراحه ولا شفت وش اللوت اللي فيها. لكن بحاول اشوف الان معكم. هل لها مرقى بسيط كذا نقدر نرقى بالساهل. اوكي هذا وش اوكي ريزيستد. عطى فاير. الفاير على طول مات. ما بغى شيء. اوكي ما عين نرقى. ما له مرقى فعلا. تشوفون ما له مرقى ذي. اعتقد انه يقصد ذي المناره وانا ما اشوف له درج. ما في درج المناره نهائي. رقينا عليها. اوكي خلونا الان ندعس. بس ذا المهمه الرئيسيه ذي حولنا ما هي بعيده. حولنا مره قريبه. اوكي زين ما طبينا بالشراود. حلو خلنا نطلع. انا اعتقد المهمه ورا الشراود. تصدقون اللعبه ناقصه وسيله تنقل اسرع، يعني خيل ولا شيء يعني من هالقبيل تصير اروع بكثير. اوكي الان قربت المهمه ذي الرئيسيه. اعتقد انه جايبنا الاوبلسك. الا فعلا جايبنا عند اوبلسك. الاوبلسك عندها سكيلتن يبغانا. اوكي اعطانا بوت ليفل 5. اوكي طبعا المهمه ذي المفروض انها من زمان مزينينها عشان كذا لفلها مره شين. حتى اللوت حقها شين. اوكي الان خلصنا ذي المهمه. اوكي خلينا نشوف الان. تقفلت هذه المهمه. اي تقفلت خلاص. الان بقى لنا ذول الصعبات. هذول مستحيل نزينهن. تقولوا لي ليش؟ شوفوا التنين وين مكانه. شوفوا شباب التنين شمال مره. شفتوا المدينه الصعبه اللي دخلتها اليوم نروح نجيب القدر حق الطبخ. التنين بالقلعة اللي وريتكم اياها اللي بالشمال مرة. يتخيلوا حنا عجزنا نقتل اللي عند الشجرة. هذا اللي لفله 15، كيف بنقتل تنين؟ لازم نطور عدتنا، نطور دروعنا، بعدين نوجه لذولي. لو تشوفون يا شباب الدرع يولع، شفتوه؟ الدرع الجديد اللي جبناه. لكن ما جربناه بالفايت الى الان. لكن لحد هنا يا شباب نوصل نهاية الحلقة. يعطيكم ألف ألف عافية وصلتوا حدنا.
مرة أخرى أذكركم لا تنسون الشير اللايك وإذا جديد اشترك، وأراكم بإذن الله الحلقة القادمة. نختم قولنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان معكم ستورمي في أمان الله.